الكد والكفاح والشجا والسهر والعرق قلبي في سيل المطر واللقمة الحلال والرضا بالقدر يتحدى الصعاب يا ما كم صبر البطانة مدافع موقعات جلل بريزن خيوننا مدبرسات سيوفاً بهزن قلوبنا مدليات ما عاد في الزنمانة في ولا شكر ضارب نعزل هنا نشعر بدبيب العافية يسري في جسد الوطن الكبير نرى الحياة طيبة نراها من خلال التفاصيل نراها في عيون الأطفال وفي الإيقاع وفي صوت القصيد ولو سألوك من تاريخ جدودنا قبل عراد النحاسات دميها السيل جبد المرهفات الضربة ونكمل بتبقى خسارة أكم ما جينا من نازل عرب كان ملكوك كرام ما هو اللؤان بالشفو ودير سيدات قديم كان عهدوك وبوفو تقالا كالجبال عند النبي بخفو كتار ساعة الفزع يوم الغنيمة بعفو البطانة حبابكم حبابكم أنت الرزاق يا در الجلال عندي فيك أحباب أنا أشكيهم فؤادي أرض سودانية بكر دخلناها من نواحي أم القرى نبحث فيها عن زول زول سوداني أفنى سنوات العمر في التعليم والعمل في الغابات والزراعة والسياسة والإدارة ثم استقر مزارعا يكسي الأرض بلون العطاء كلمة زول شرف ما بتنتسب لغشامة الزول غيمة والزول غيم والزول غامة الزول زاد بلسم للبجوه عشامة قطع الخط على البشام والخشام وكلمة زول شرف وفيها حس ومعاني وأما شرودة فبو فيها غير سوداني وفي شي شفت بعين وسمع بأذاني معدنهم ذهب باقي الشعوب تايواني وبكل اعتزاز بفخر بقول سوداني شان أسلافي تاريخه ملأ ويداني حسين عبد الرحمن محمد علي الشوبلي رجل لامس جسد الوطن بكلتا يديه فالخدمة المدنية تجعل الإنسان رحالاً في دروب السودان والرحلة في دروب الوطن تترك القلوب معلقة بالتضاريس وبالملامح والوجوه أول عمل لي كان في البحر الأحمر في ولاية البحر في, في, في مدينة طوكر والحزام الأخضر والقضارف دي المحطات الرئيسية الباقي المناطق كانت يعني يمكن تكون فترات فيها شغل تدريبي وفيها شغل بتاع ماموريات في اللي هو في نيالة في جنينة في جبل مرة في الجنوب يعيش الإنسان ما تبقى من عمره على الحنين على الأيام الخوالي في كل مدن السودان طبعا الواحد يعني عشان يتذكر 53 من مسيرته ما هو من 12 وبدأ يوعى حقيقة الواحد يمكن يكون اختلفت كثير
من الأشياء في ظل الكم 50 سنة دي، البيئة اختلفت، الشكل العمل ذاته اختلف، الطموحات ذاتها اختلفت من فترة لفترة. أنا أعتقد إحنا كان في الطفولة الواحد كان طموحه في أنه يحقق حقيقة. إحنا وطلبة صغارين كان الواحد جالي على سنه لما يتخرج يبقى موظف عشان يلبس البنطلون والقميص ويطلب المرتبات، ودي كان الواحد، ويمكن دي واحدة من عيوبنا في السودان بأنه كان الهدف من التعليم والوظيفة. خرج الشوبلي إلى الحياة يتيما، واليتم والاحتياج يعلمان الإنسان باكرا تحمل مسؤوليات البيت ومصروفات الحياة. توفى والدي قبل أن أراه، وتوفت الوالدة الحمد لله ربنا يرحمهم يعني، وعمري 12 عاما. فيمكن الواحد يعني عاش مرارة اليتم حقيقة يعني في جهله، ويمكن كانت يعني كذلك الأسرة يعني كانت فيها أخوات، وكان الواحد يشعر بمسؤولية تجاهه وهو صغير، حيث أن الوالد الله يرحمه يعني كان مزارعا بسيطا حسب السيرة، ولم يترك شيء عند بعد الممات. فكان لابد، كانت الحياة بسيطة جدا، والواحد خلته من هو صغير كان يتكل بعد الله سبحانه وتعالى على نفسه في أنه يعني يستطيع أن يتحصل على ملابسه الدراسية ومصاريفه من كده برغم يعني في السنين الأولى وهو صغير. ورجل عصامي ورجل بنى نفسه بنفسه زي ما بقوله، ويندر يعني في الوقت الحاضر ده زي جدي حسين. زول بدأ بداية من الصفر، كان طالب زيه زي طالب مكافح، ما كان عنده حق يوم ذاته اللي بيقدر يكمله به، وكان الفضل فيه لأخوه جدنا طه عبد الرحمن الله يرحمه، كان بيقطع الحطب وبوديه سوق الحديبة عشان يرسل لجد حسين ده عشان يقرأ هناك في رفاعة. وكان من رفاعة جد حسين الرجل ده شايفينه هسه الآن ده زول بيجي من رفاعة بيكرعيه، شو المعاناة دي، من رفاعة بيجي لرغوة سيرا على أقدام. ترك الدراسة في بدايات الطريق، ثم استدرك أهميتها لاحقا وأكمل دراسته الجامعية. أصروا علي الأساتذة لأنني كنت متقدم علميا بأن أرجع الجامعة، ورجعت يعني واصلت في كلية القابات، وتخرجت في 78 من كلية القابات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. بنى الشوبلي شخصيته بمزيج السياسة والقومية وحياة البادية والزراعة، فكون شخصيته القيادية التي يدير بها الآن مزارعي مشروع الرهد في محلية أم القرى. استقر في منطقة رغوة وبدأ الأعمال الزراعية، بدأ في أخذ حواشات والزراعة واستمر، والحمد لله كان زول ناجحا في الزراعة. فخش اتحاد المزارعين بمجهود خاص وكان عضوا إلى أن وصل درجة رئيس اتحاد المزارعين لدورتين. عندي 120 فدان وزارع فيها زهرة وزارع فيها عدسي، عندي 100 فدان تانية في القسم السابع زارع فيها قطن وزارع فيها زهرة وزارع فيها عدسي برضو، عندي 20 فدان في القسم التاسع زارع فيها الآن زارع فيها ذرة وزارع فيها فول، عندي 80 فدان في القسم العاشر زارع زهرة وزارع فيها عدسي الآن، وكل الحمد لله انتج إنتاج معقول جدا جدا، وذلك لأنه أنا حقيقة استعملت كثير من التقنيات من بين التسميد. ست نساء. منيت لما أنا خشيت ما يكون بي وراي زول. أجو بي وراي ثلاثة. ما شاء الله. واحدة ميتة، واحدة مطلقة، واثنين عايشات. وأخيرا أتمنى إنه يتوفق في حياته بعد ده زول أكثر من كده، والموجودين ديل كلهم أحفاده. وبتمنى له انه طول العمر ويكمل باقي مشواره. انا الرابعه طبعا، جيت الرابعه، جيت قدامي ثلاثه نسوان، جيت انا الرابعه والحمد لله. ست نساء، 20 من الابناء الرائعين، وينوي ان يكمل عدد الابناء 40 بمشيئه الله. يعني انا الان يمكن اقول لك انا تزوجت سته، ويمكن سته من دين واحده قريبتي
الخمسة ما عندي بهم علاقة يعني إلا علاقة الإسلام والسودان، لكن لا يعني مش العلاقة الرحمية ولا العلاقة حتى بتاعتنا، لأنه أنا بفتكر والحمد لله رب العالمين أنا بالعدل الكمل ده عندي 20 الحمد لله، لكن عندي النية أوصلهم 40 إن شاء الله، يعني عندي النية أواصل معي. أنا شايفاه كمان ناجح في الاثنين، في حياته حياة الزواج وتعدد الزوجات، وفي حياته الزراعية، وفي حياته السياسية، في كل حياته كلها، حياته كلها كلها موفق بيناته والله. يقول الشوبلي إن تجربته لا يمكن أن يسقطها الآخرون على حياتهم، فمقدرات الناس تختلف، ولكن التعدد في قناعاته الخاصة وكثرة الأبناء هو واحد من أهم أسباب نجاحه في الزراعة والمشروعات وسعة الرزق. الحمد لله أنا أنجبت من أبناء كبار الآن، هم الآن يعينوني في الحياة، وهم رجال الحمد لله رب العالمين، وأفتكر يعني هم من 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 أبناء نجباء الحمد لله رب العالمين، يعينوني تماما، يعني من بينهم ابني مهند الواقف أمامكم دول عم يزرع في البطانة، ويمكن يكون أخوانه الثانيين كلهم الحمد لله المغتربين الموجودين، نحن أسرة واحدة بتتكاتف، يعني ما عندنا فريق من بعض، عملنا كله ماشي في منصب في نطاق الأسرة الممتدة الواحدة، والحمد لله حققنا أي حاجة. يعني الوالد تقريبا مما قمنا نحن نشوفها يعني ما بنعرفه، هو أبونا برانا ولا أبو القرية اللي عايش فيها، يعني هسي كل المنطقة دي بتقول لي جد حسين وعم حسين أبو الكل، يعني والله ولا نقدر نعبر عنه بأي شيء نقوله لكم، فدي الظاهرة من الطبيعة اللي هنا فيه. يعني حسين الشوبلي كغدوة يعتبر غدوة لكل الشباب، لكل أفراد المجتمع، يعني سمعنا من حكاياته، طبعا احنا ما عاصرناه في الحياة، لكن الكلام اللي بيتقال عنه بيتكلمون عنه أبواتنا أمهاتنا حبوباتنا، إنه زول ده بدأ من الصفر وبدأ كد واجتهاد ومثابرة، يعني زول بنى نفسه بنفسه، زول حسي باعتباره ما حسين الشوبلي بس، حسين بيعتبر فريق كامل، بل بيعتبر غرية بأكملها. حسين الشوبلي هو رجل يعني مما تب وقام، يعني قام وصلتنا رجل والله إحنا نشهد له وربنا يشهد عليه، رجل تقي ورجل نقي ورجل معتمد على الله وعلى نفسه فقط. من زمنه كان طالب بيقري في جامعة الخرطوم قبل، يعني قرى من جيبه بيشتغل وبيقرا، قام مما تب ونشا والله الحمد والشكر، المساجد المدارس كل عمل خير هو في 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 قمته ولحد الان، واحنا والله احنا بنشوف الكلام ده لما نقوله قدامه زي ما يكسر ظهره، لكن نشهد الله هو الكلام ده كله فيه، رجل غيور، رجل تقي، رجل نقي، رجل بخاف الله، رجل زي ما قال مدرج العاطله. فالحياه التي عاشها الشوبلي ورحلة كفاح السنوات يريد أن يقدمها نموذجا يحتذى للأبناء، فالحياة التي يعيشها الآن متمتعا بمشروعاته الزراعية وآلياته وتجارته هي قصة كفاح طويلة بدأت منذ الطفولة. الآن هو مزارع ناجح بيزرع كل حواشاته، وعنده مشروع زراعي أرض مروية في البطانة فبيزرعها، فهو المحصول خير دليل على محصول البطانة، وشفت كل الآلات الزراعية البذل المجهود الخاص لحد ما سعى وفرن عشان أولاده يكونوا مرتاحين في الحياة وما يدعبوا، جمع كل الوسائل بتاعت طرق المعيشة عشان ما في إنسان يدعب في هذه الحياة، والحمد لله أولاده ناجحين كلهم، أغلبهم تخرجوا من الجامعات، واحدين مغتربين واحدين موجودين في داخل السودان. أولادي بكلمهم أن هم يعني الواحد يتكل على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى، صحيح يمكن هم حظيوا بانه يلقوا ابو يعني موفر لهم وسائل بتاعت راحه، لكن كيف وفرها هم اللي هم وجدوها كده، انا ما داري اقول وجدوها كده، المفروض يقروا قصتها، بانه يعني لو انا ما كنت حسين اللي بديت حياتي بشكل هذا ما كنت وصلت لهذا حقيقه، يعني فانا افتكر دي يعني واحد رساله بقولها، انه دائما وابدا الزول اللي بيبدا من الصفر وبيبدا اتكال الله سبحانه وتعالى ما متكل على ابوه، لأنه ما شفنا كثير في الحياة أن الواحد لقى ورسة عن أبوه ضيعه وفات لأنه هو ما تعب فيه وما بيعرف إيه ذاته جد كيف، عشان كده بدي الحفظ عليه. عد الناس من خيرك كله وما تديهم فضلة خيرك، وأجمل حاجة تشوف أفراحك
تزهر وتثمر في عيون غيرك. يجمع الشوبلي أبناءه وزوجاته في بيوت واحدة تفتح أبوابها على بعضها البعض، بيوت متماسكة لا يستطيع الزائر أن يفرق بين الأبناء في مضاجع الحياة الطيبة العامرة بالحب والابتسام. نحن أسرة واحدة وأسرة مترابطة جدا، ويمكن يكون علاقاتنا حميمة جدا جدا، وكلمتنا واحدة، ويمكن تلقى يعني الرابط الاجتماعي والرابط اللي عندنا هو أقوى من المادة وأقوى من الغرف. يمكن ده أنا يمكن يكون ده إرثي بالحياة، أنه أخلف ناس وراي أنه يمكن يكون هم يعني أكون مطمئن، وأنا حتى لو عندما يأتي التأثير المنية أنا مطمئن جدا بأنه خليت وراي شباب ممكن يقود المسيرة وراي. نحن ما بنفخر بزول بأنه قروشه كتار ولا ماله كتير، بمعاملته عملك أدغن ومبر عليك كان سمته، وبتفوض أمر لله خشبك سمته، وكان سيد لك جناح تفتقر كل حمد وقت تعدى تقدر إلا فيك سمته. النخوة العربية الموجودة عندنا زمان نغرث في أبنانا، الواحد يعني عماته وخالاته وبنات جيرانه وحتى السودانيات يعتبرهن جزء منه، والسلوكيات الكريمة الأصيلة الموجودة في العروبة تكون هي يعني جزء من تراثنا، أن نورث لأبنانا ونورثهم على الأقل قبل ده كله تقوى الله سبحانه وتعالى عشان يكونوا شباب مستقيمين على الصلاة والسلام إن شاء الله. مما قمنا أنا وياه سوا أصلا اختلفنا كله من زمن الطفولة سوا. عاش مؤمنا بأن الحياة تحتاج للشقيق. حتى هو مشى المدرسة وأنا مشيت البهايم والشغلة، وهو مشى على القراية طوالي، أصلا اتفرقنا كله. لصديق يقف بجانبك ليدعم قرارات الحياة التي تحتاج الدعم، تحتاج الصديق. للآن إحنا سوا تجارة زراعة أي شيء سوا فيه، حتى أولاده كلهم والله يحترموني زي أبوهم واحد. لرفيق تعبر به إلى آخر المشوار. شكرا لك جزيل الأهداف نصيبة وريت الشباب ثمرات العزيمة، وكيف الظل بيوصل بالروح الهميمة قبل الخطوة سكرة وبعد الخطوة بكرة نجاحات مستديمة. شكرا لك جزيل الأهداف نقيمة وريت الشباب ثمرات العزيمة، وكيف الظل بيوصل بالروح الهميمة قبل الخطوة سكرة وبعد الخطوة بكرة نجاحات مستديمة.